تخافي من ايه ده بقصومات؟ اذا ما صرفش العفريت هناكله. انا رايك والله. اتفضل يا استاذ بقصومات. انت جايب لنا علي بابا يا ابني فيه ايه؟ ده مش بقصومات، ده كايزر. بس باحترم نفسك، الراجل ضيف عندنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده؟ ده هو يخرب بيت الشهرة، يخرب بيتها. اصل انا بدي محاضرات في التلفزيون عن الجن والعفاريت، فاكيد اتفرج. ايوه انا كمان شفتك. فين؟ في قناة الأطفال. سيب في الأطفال. أيوة كنت بتكلم على العفاريت الصغننة. حضرتك اللي بتعمل برنامج زيزو النتن؟ أيوة حبيبي. تشوف زيزو النتن؟ أشوف زيزو النتن. أيوة أخويا زيزو، أنا النتن. أنت فرحان؟ بس يا ست. مالك؟ أنتوا عندكم في البيت ده عفريت؟ يعني جايبينك تنصور جنبك في إيه؟ تنصور؟ بقول لك عندكم في البيت عفريت. انا خايف. خد خد والنعم. خد يا راجل، انت لما انت خايف جاي. انا خايف عليكم. بقى له قد ايه في البيت؟ بقى له فتره. مين شاف؟ انا شفته. مين سمعه؟ انا سمعته. قال لك ايه؟ بسني. بس ده عفريت عنده نظر على فكره. وانا ما بسنيش. عفريت عنده عزه نفس وكرامه. انت جاي مع مين؟ اديك في وشك ابعدي. بسم الله. مين الكبير هنا؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الاخ؟ الوكيل يا سيدي. توكيل؟ ايه الاسم السخيف ده؟ لا الوكيل. ليه باباك سماك توكيل؟ شغال في الشهر العقاري بابا؟ إيه ليه كده؟ اختك اسمها كونتراتو؟ يا عيني. انتوا من عيلة دفتر بتاع الدمنهور. عمك كراسة كان صاحبي. ايه يا راجل انت؟ ما شاء الله عليك. وانت ابوك كان شغال في فرن عشان يسميك بقصومات؟ وماله بقصومات؟ البقصومات طويل وانت بتفور معفن. اختك اسمها قرص، ابوك اسمه الحاج فينو. كده 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 كده. ايه اللي بتعمله ده؟ انا هرد لك الاهانه بعد ما اقوم بواجبي. بسم الله. بسم الله يا حاج توكيل. ايوه. العفريت اللي عندك نوع من الجد. ايه اجيب لك ميه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا. رجاله مين يا عم؟ ضيوفك. ضيوفك. انت هتعمل فيها جوز اختي؟ اقف لنا بقى. ايوه شرفتنا يا سيدي. عارف مين في بيتك يا راجل؟ مين؟ واو. مين؟ واو. يا واو مش فاكرني. انا بتاع الرحله اللي اتلغت. واو الترابيزه اللي على الخرم مديحه معاه. واو واو. ولا لا دي واو الجماعه غير الواو بتاعتكم. ايه يا طه يا زا؟ مين؟ يا طه يا زا؟ ايه طه زا دي؟ تصدي فيكم وانا فاهم حاجه. ده يظهر الكلام بجد؟ انت هتصدقي الاستاذ صوابع زينب اللي جايبينه ده ولا ايه؟ سيبوني عليه وانا هلاعبه. ازيك يا استاذ بقصومات؟ اهلا يا ست. ازي حضرتك؟ الله يخليك. تحب تشرب حاجه ولا اجيب لك كوبايه شاي بلبن اسقيك فيها؟ حتى انت انفدي بجلدك لقلبك مصوره وانت واقفه. جرى يا سمكري؟ جاي لديك في خدك. بسم الله. استاذ قرقيش الواد ده متخلف. شويه. انا بحس بيهم. انا عايزك. هو بيلعب في الضيوف كده على طول يا حاج. ايوه بس مش مؤذي. انا مالي ده هيفرهدني. طب الراحه. استني يا عيني. ده مرض نفسي جديد من النوع اللزاق يا حاج. معروف اسمه في امريكا سوليتيب. بيتعالج ما تخافش. بيسموه في اليابان اوهو. قد كده. ده بقى النوع المصري الامير اللي ما بيطلعش ده. خلاص ماشي. ايه طب بالراحه بالراحه بالراحه. تعبانه مره تعبانه والله مره تعبانه. طيب يا سيدي عايزك انا اعمل بيك. ده مجنون. اعمل ايه؟ عايزك خدمتك يا سيدي. امر. عايزك بس مش عارف فين. تعال ناخد شقه في الهرم. مش عارف فين ايه ده عبيد ده ولا عايزك ايه؟ عايزك في موضوع. امرني. ايه انت بتكلم صرصار في الارض. ما تقف بقى. عاوز ايه؟ عايز خدمتين قبل ما تصرف في العفريت. اول خدمه اركب عربيه مرسيدس. عربيه ايه؟ مرسيدس. وعايز العفاريت تجيبها لك؟ يا ريت. العفاريت ما بتجيبش مرسيدس مستحيل. طب بلاش. ايه مرات الست وحشه قوي وعايزها حلوه. يا ريت يا استاذ. معاك صوره ليها؟ لحظه. هات لحظه. كتر خيرك. هات اتفضل. عايز المرسيدس لونها ايه يا حبيبي؟ العربيه فيه
اتكلمني على العربيه عايزها ايه. طب بص هنا لا 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 تاخد الصوره دي وتروح لعمك غبور هيكتب لك تنازل عن المعرض. يلا تعبان تعبان عالجوا عشان بيموتوا في الحوض. خلي بالك في الحوض النوع ده. ايوه لا لا ايه احنا هنرقص ولا ايه؟ ايه ده؟ لا معلش لا ممكن يتلبسوا وما فيه. بس يا اولاد بس. أيوة. بس اتفضل يا حاج استمارات. إيه؟ مين استمارات؟ استمارات توكيل كله ورا حكومه كبيرك امضى ويرموك في درج ما تقرفناش. يا سلام ما انت كبيرك كحكه وبيرموك في صاج. يا حاج. ايوه يا سيدي. بسم الله هات لي حله ألمنيوم. حله يا مريم. حله يا عيد. يلا السمع والطاعه. اتفضل الحله يا استاذ بقسماط. هات الغطا من ورا ظهرك. الله اكبر الله اكبر. تشعرفك ان الغطا ورا ظهرك. شفته وهو بيخبيه يا عم. اصحى اصحى. بسم الله. يلا يلا يا عم انت الرعب اللي انت هتعمله لنا ده. انا لازم اعمل رعب مش جاي اطلع عفريت ولا جاي اركب لكم الستاير. انا اهدى يا بابا اهدى. بسم الله. الحله دي ألمنيوم؟ ألمنيوم وعندنا كمان ألمنيومين. يا راجل شوف عيلة ما بتخلفش تصدق بيه خد ثوابه. والله اتصدقت بيه بيرجعوه تاني. عندهم حق. ايوه بسم الله. يا ساتر يا رب. اتفضلوا. يا اختي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت طالع لهم؟ استنى يا عاد طالع لهم يعني؟ لا مش دلوقتي. عشان لو طالع عشان انا ليا فلوس فوق. ايوه بسم الله. يا اختي يا اختي ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه البيت ده مخروم من فوق؟ يا ساتر يا رب. انت بتعمل ايه؟ استنى عادوا. ايوه صراحة حركة حلوة. ايوه عرفوا لي مين هو. ايوه اسمه ايه؟ يا حاج ايوه العفريت اللي عندك اسمه عفروت. الله ينور عليك. امشي بلاش غلاسة. ايه التلامة دي؟ ايه التلامة دي؟ ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ رقبتي. ايوه اسمه امه ايه؟ يا حاج ايوه العفريت امه اسمها عفريت. الله ينور عليك. انت هتدخل عليا العربيه يا حضره الضابط. شوف الشحاتين دول. ايه ده؟ فين الضابط؟ الراجل ده وريحه الفل بتاعتك وحشه. فل؟ ايوه فل. ايوه ابوه يا حاج ابوه اسمه. امشي هتخش الحمام عليا يا ريت الالم. ايوه ايوه بسم الله. انتوا هتدخلوا تلاتات تلاتات. الله انت مطلع العفاريت رحله في بيتنا ولا ايه؟ مش فاهم. استنى يا خالد. ايوه تلاتات تلاتات وقوطة هو اللي هيتقدم. ايوه ايوه يا قوطة شوف طلباته ايه. جاي من ايه؟ انت بتعصي اوامري يا قوطة؟ جري يا عم قوطة. انت هتعمل لنا فيها كاتشب. لا خلاص 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 ده انا فعاصة. صلى على النبي ما تخافش. لا لا انا هحرقوه. لا انت بيتي مساحتي. يا قوطة يبدو ان انت نسيت انا بقسومات. يا قوطة مش حتة جبنة شيدر وحات ابوك الواحد على لحم بطنه من الصبح. شيدر ايه؟ استناني. ايوه بسم الله بسم الله. عددكم زاد المرات. اتفضل عليك. ايوه يا استاذ حمام حياة النبي ما تحرمني. ولا قاسم خدني واطلع. ايوه حلوه قوي الحركة دي. شرفتونا. اتفضلوا. اتفضلوا فين؟ ايه؟ ايه؟ ايه اتفضلوا دي؟ اتفضلوا هنا. احنا جايبينك تصرف مش تجيب يا استاذ. انا مش معقول هشرح للعبيط كمان. اسكت يا جماعة. هفهمك بعدين. ايوه بسم الله. ابعدوا بقى خلاص؟ بس بقى يا خالد. ابعد يا واد لحاجة تجيب. بس بقى. كل واحد اما نشوف هيعمل ايه؟ يلا. ايه ده؟ يلا معاك. بس يا وليه بلاش ضحك في حضرة الأسياد. طيب. ما تترعش لا تتلبس. خليك انت سابق. يلا ايه ده؟ انت اللي جابك انت؟ ايه اللي جابك؟ مين ده؟ الواد صلصه. ايه؟ هنطبخ في ايه؟ ايه اللي جابك؟ انا ما بشتغلش معاك، شغلك مش نظيف. يا عم انت بتحضر نقاش شغله مش نظيف، ارحمنا بقى. استنى يا خالد الموضوع هيقلب غم. انت ايه؟ ايه الجرأة دي؟ جرأة ايه؟ يا نهار اسود. انت باصص فين؟ استنى هو هنا؟ انت بتحرجني قدام الزباين؟ يعني انا مش فا يعني ايه هسيب الشغلانه اديها لك يعني مش هتشتغل. هو جنب البتاع دي. استنى يا حاج ربنا يستر علينا جميعا. ربنا يستر. ليه انا الكلمه دي؟ يا نهار اسود. انت انت راجل انت اسلاح. ده رئيس عصابه. ايه الراجل ده؟ يلا تاخد مين؟ ايه تعالى يا حاج. ايوه خد الواد العبيط هربه العفاريت عايزه تاخد. روح روح يا قاسم روح روح وانا
ازورك خميس وجمعه. اروح اروح فين؟ بيقول لك شغله مش نظيف. ممكن 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 ياخدوا خالد. لا 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 ياخدوا خالد. لا بقول لك انا مش عايزه يا راجل. يا خالد لا عايز ايه؟ ايه ده انا دمره. ايه اللي انت عملته؟ لا استنى. ايه اللي انت عملته؟ العيال هتقتل بعض. استنى استنى انت تعالى ابعد عنه ما يأذيك. صدق بالله اموته وخساره انك تغ يلا انت يا راجل انت. ايه انت جاي تصرف العفريت ولا هتصرفنا احنا؟ تعالى ويكون في علمك لو عفرته ما انصرفش كل دقيقه هقتل واحد من اصحاب البيت. ايه قاتل خاطف طيارة يا اخويا. على ايوه لا الدخلة دي مش علي انا. بالادب. احنا متشكرين يا سيدي، احنا عاوزين العفريت. شكرا. كنت تقول من الاول. ايوه ليكوا طلبات على الجزمة. ده الحاج وصل امانة صاحب البيت. وصل امانة؟ وصل امانة ايه؟ مش مشكلة مش مشكلة. يستعملوني غلط. ايوه يا حاج. ايوه الاسياد ليها طلبات. حاضر. هتجيبها؟ نجيبها ان شاء الله. تعرف لو قلت هتجيبها وما جبتهاش هيحصل ايه؟ هنشقلط كلنا ورا بعض. وانت؟ انا اول شقلوطه فيكم. من الاخر انا راجل صريح. خلاص ان شاء الله. اموره يا سيادي. اول طلب. حاضر. عايزين اتنين مغاربه بس يكونوا من اصل مغربي. اتنين مغاربه؟ مين هما؟ دول بيقولوا عبد القادر ياه باقي الحال. ينفعوا ده؟ يا بابا تعال. إيه؟ خلي بالك هم بيحبوا العبط. ها طب ما كويس انا عبيط يا ما انا عارفين بس هتتاخد من وسطينا مش هعرف اجيبك. ها هتشقلط لوحدك فوق. لا خلي بالك. ايوه هيجيبهم يا سيدي. تاني طلب. حاضر. عايزين اتنين زيمبابويين. مش عارف تقولها. بس يكونوا من اصل زيمبابويين. دول بيقولوا عبد المحسن ياه. هم دول؟ لا ده شكله عايز يطلع خميس وجمعه. سيبه يلا ربنا معاه. ايوه حاضر. عايزين اتنين شيشان معسل تفاح. ها احنا عاوزين نشقلط. ما تهزرش لازم تجيب الطلبات. حاضر حاضر يا سيادي. فعلا وصلت يا مين جت؟ مصر الطيران ولا ميدل ايست؟ مين ده؟ احنا فين؟ مين دي؟ حضرتك مستني المدام او حاجه؟ لا مش المدام، مدام في طوكيو. بتعمل ايه في طوكيو؟ بتدرس حالتي. جات ولا بتهزروا؟ رشوا البخور. رشوا البخور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف حمد والف شكر ليك يا رب. ليه؟ اخيرا لقينا حد تبص له تحت. امور يا ستي. ستك؟ امور يا حاجه. حاجه ايه؟ فينو ولا بلدي؟ هي بعتك الفرن يا راجل. ده احنا هنجيب الطلبات. انت شغال يا احسن. عايزين اتنين مربى دلوقتي. نجيب منين المربى؟ يعني احنا كنا جبنا المغاربه ولا الزيمبابويين؟ هتجيب منين المربى؟ من عند عبد العاطي. تعالى. ايوه الناس وافقت. بلاش رزاله بقى. انا ليا طلب قبل ما عفروته ينصرف. ابوه ينزل هنا يعتذر لاهل القريه. قريه ايه؟ احنا في الساحل الشمالي يا راجل. هجيب لك ابوه يعتذر لك. عايز ايه تاني؟ حاج عفارت. انت تعرفه منين؟ عليه فلوس ليه؟ هتشوفه اعمل لك ايه. ايوه يا سيادي. ايه؟ لا يا سيدي انا اول مره اشتغل هنا. في ايه؟ خلاص مش مشكله. اكشف عليه. تكشف علينا على اساس ايه يعني؟ ايه ده ايه ده؟ إيه؟ هكشف عليك. لا ما يصحش. ليه؟ احنا معانا ستات. يكشف علينا ازاي يعني؟ ايه اللي يكشف علينا؟ هو بيقول ستات. انت بتتحمقي ليه؟ انت مالك؟ حضرتك تكشف علينا باماره ايه بس؟ هوريك الاماره. رجلك دي فيها كام صباع؟ زي بقيه البشر خمسه. كفايه عليك اربعه. هلا 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 هلا. رجلك دي كام صباع؟ اتنين. اوعى تكون بتكذب. اتنين والتالت لسه بيقشر. تعالى رجلك دي كام صباع؟ انا عندي خوف. تعالي رجلك دي كام صباع؟ انا زواحف. اشمعنى دي يعني اللي عتقتها؟ هي كلها صباع. سيبوها في حالها. بسم الله ما شاء الله. ايوه ايوه يا سيادي خلصونا من غير ما يأذي حد. يحضر
بعد اذن حضرتك خليه يحضر يا بيه. بعد اذن حضرتك انا شايفك من ساعه ما جيت هنا وانت عمال تستضيف ناس، يعني يحضر يحضر، ما شفتكش بتصرف. انا بحوش يا خالد، عريس جديد. ايوه نازل. بسم الله، احلى تحيه للعفريت اللي نازل. يا راجل انت بيتك بتحضروا فرح بلدي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ امسك يا زورت. ايوه ايوه بسم الله. هيفرفر تاني؟ طلع له. لا هو جاي لي مستقبله. طب وانت تتفرفر له ليه لما هو جاي؟ استنى يا قاعد في بيتك. بسم الله. خالد نعم، هات البيت الصغيره الاموره. تعالى يا مريم. لا لا خالص ضحي. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ قال لكم الصغيره الاموره، ما انا واقفه اهو. ارجعي لاحبسك. يلا تحبسني ايه؟ نط من البوكس. ايوه مدغوره في ده، هيقعد في اي حته يعني. مين دول؟ روح فين؟ اسكت انت، انا بتكلم لمصلحتك. انت ايه جاي تطلع يا راجل انت؟ يا باشمهندس عاوزنا نمشي. يلا يلا ماشي يا عم. انت جاي تطلع عفريت ولا تقرا فاتحه يا باشمهندس؟ عشان ابقى فاهم بس. لا بس يا جماعه عشان جاي. ايوه ايوه. بتخافي؟ اه بخاف. بسم الله ما شاء الله. ايه ايه امسك انا خافي. ايه يا باشمهندس؟ ايه ايه بتخافي؟ بسم الله. ايه بتعمله؟ خاف على البنت، حصنها. وكيل بعد اذنك يا وكيل، عدي يومك يا باشمهندس. بص قدام بص قدام. ايوه بسم الله. احضر عليها واوعى تاذيها، دي في حمايتي. بلاش انت. ليه؟ مش مستريح لك، مش مستريح. استنى بص يا ماما قدام. ايوه. ايه ده؟ انت بتقلب ايه؟ اعيدها تاني كده. يا ست ما تنطقيش. بتعوص ايدك. وايدك في سمنة. شايفة حاجة؟ لا مش شايفة حاجة. الأسياد عمتها. يا عيني انت. ايه يا عيني يا ابن الكذاب انت؟ انت اللي خدت. انت اللي مغبي عينيها بايدك. يلا يا موهوم. ما مرت على حس ايدك. يلا يا موهوم. موهوم بص يا بنت قدامك. كذاب قوي. هاتي ايدك. تشتمي راجل قد ابوكي. اه خلاص خليه يصرف. شد ايدك اهو. مالك؟ مش قادره. سماعي عيلتك. مالك؟ مش قادره. الاسياد شلتها، دي صغننه. دي صغننه ايه؟ زعلان علينا. انت عندك كام وجه؟ اتنين. كفايه واحده. النبي يا حاج، ده شغلي انا فاهم فيه اكتر منك. تعالي. ايوه احضر عليها من اهل البيت. الاسم باريم. لا مريم. انا عارف انت ببلدهم باريم، سافرتي هناك انت. ليه مسكومين كلهم؟ يتنيلوا. بص قدام. ايوه سن فوق العشرين، الطول تحت الارض. بلاش انت، انا مش باين من الارض، خليها على الله. التعبان بيرزق في الشجره. ايوه لا يلا بقى ما تقرفناش، دور عليها تلاقيها. هي قليله سفيفه لا ترى بالعين المجرده. ليه انت ابعد؟ احسن احسن، لا ترى بالعين المجرد. يراها اي كفيف. ايه سقفوا عليه؟ سقفوا معاه. لا يا باشمهندس. ايوه الصوت جاي من فوق يا حاج. فين يا اخ؟ تقريبا بتوع الصيانه. مبروك. صيانه ايه يا كاف؟ ايه يا ايه ده؟ ايه وانت داهيه؟ اشتغل. احضر عليه واوعى تاذيه، انا في حمايته. ايوه من اهل البيت، من اعمده الفيلا، تربى وترعرع في غابات السافانا، يتغذى على الطائرات المخطوفه. انت بتتكلم بجد؟ ايه اللي حصل؟ الجوارة. انا الجوارة بسرعه. هم عايزين ياخدوني تاني؟ لا مش انت كده يا بوزك. ايوه قول لهم الشكر والذبيحه عندي. مش انتي جدها يا وعي شويه، خد رزقك. مش انتي احدفها سكرو. انا مالي. ايوه هاتوا الحله. هاتوا له الحله كلكم. روحي وانا كمان. يلا حاضر. بكره الساعه 6. ايه 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 ده الراجل ده؟ الراجل ده ايه ده؟ ايه ده يا اخي ده؟ الرطيس احنا. ايه وانا حسن. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. روح هات الحل. ما احنا جبناها تاني. ما الحل ايه؟ روح ودوها ودوها.
احترمنا بيه. حكم الاسياد، روحوا هاتوها. اسياد مين؟ روح روح يا عم جيب الحق. روح معانا، ما تروحيش تجيب الحق. ليه تيجي معانا؟ خدها يلا، يبقى هاتيها بكره الساعه 6. لا الراجل ده عينه زيغه. هاتوا الحله. ده بيحترمنا عيب. ده شويه فانتازيه، اللي كان فيه حاجات خفت عليكم تشوفوها. لا ما تخافش عليا عيب، احترمني عشان انا غبي. حاضر. مش كسب شو واقف جنبك انا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. ايه ده؟ عفرته هنا؟ اه. استوى؟ هو عنب. ابعد. عفرته معانا يا حاج. هنا؟ ايوه. متاكد؟ ايوه. يا ابو جنيه وربع يا معفن. مش عايزين نبدا بالشر. ايوه. بسم الله. يلا يا ابني زي زمان. لا تاذينا ولا ناذيك. الله 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 الله. انت فين انت؟ ايوه ايوه ايوه. لا تاذينا ولا ناذيك. الله الله. عودوني عودوني. ده فين؟ وانا بحضر عمرو دياب. اوف. ايوه ايوه. يلا يا عفروتو. يا حاج. نعم. عفروتو هيدخل في جسمي انا. طيب هنعمل له دقة زار هطرده من جسمي. طب ما تحليه في جسمك. هو انا مش بني ادم ليه؟ حرام عليك. بسم الله. يلا يا عفروتو. يلا ادخل في جسمي. ادخل من الركب. ركب؟ ايوه، على اساس انها اقرب حاجة. مش يلا كلنا ركبنا مع بعض يا اهل الخير. ايوه. يلا نق يا بابا ركب كتير قدامك. اتنين حريمي وتلاتة رجالي وتنين. فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فرفر بقى. تنازل جوه؟ يا ناس ابوس ايديك. ايه؟ ايه بتعمل ايه؟ بيعجبني قوي. بصي ارجعي بقى جدايه في خدك. يلا يا ابني. جاهزين؟ جاهزين؟ ايوه. بسم الله الله اكبر. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحبيب باتمان. امريكا يابان ايه يا عيوني. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحبيب باتمان. امريكا يابان ايه يا عيوني. أخيراً البيت بقى رايق بعد الأستاذ بقسومات ما صرف في العفريت. أقعد بقى أشرب سيجارة بمزاج. الله، ده حشيش معتبر. الواد شيشة قال لي ماركة كرسي في الكلوب. يعني تاخدي نفس وتبقى ضلمة أحسن. فينك يا وكيل؟ أيوة يا هندي، واحدة معايا مكلمة. يا أبو العفريت. أيوة يا ابن الباشا. هات هند واحمر وتعالوا زورونا. خلاص العفريت غار في 60 دقيقة. ما تنساش يا عماد، هات هند واحمر. ماشي؟ أيوة. وبلغ كل العيلة. مع السلامة. البيت بقى جميل وهادي. شفتي فاق وراق ازاي؟ ايوه غار اللي ما يتسمى. الحمد لله. عارفة يا بنتي يا هند؟ اه. الراجل اسمه بقسومات ده؟ اه. انا ما كنتش واثق فيه في الاول. اه. بس طلع ولد قدر يصرف العفريت. الحمد لله الحمد لله. لحسن انت كان دمك تقيل قوي. ايوه ما هو اللي كان متقل دمي. بصراحه بصراحه كنت بارد. هو السبب. ان جيت للحق كنت سخيف. في ايه بيت؟ بس الحمد لله الحمد لله بقيت كوبه. كوبه. كوبه ايه؟ كوبه. اه كوبه كيلو بانجو. بانجو.
بنجو. بتحششي. ايوه بحشش، ما حشش لامي ولا يعتب عليا. روق روق، ما حدش واخد منها حاجه. انت فايقه ورايقه قوي والله العفيد، ده كان كاتب الضحكه في قلبي. طب اضحكك؟ يا ريت. شفت المسطول اللي جاي ينزل من عربيته، فتح الباب لقى المطره بتمطر، نزل من الباب التاني. طب شفت الكمساري المسطول؟ ماله؟ الست بتقول له الاوتوبيس يا اخويا رايح الجامعه. لا لا، قالت له ليه؟ لا ما جابش مجموع كبير. حلو يا وكيل حلو. اتنين مساطيل قاعدين مع بعض، واحد بيقول للتاني هو محرم فؤاد يبقى اخو بور فؤاد؟ قال له بور فؤاد دي بلد. قال له محرم فؤاد؟ قال له دي بلد تانيه خالص. والله ضحكتيني يا هند. ايه ده؟ فين السيجار؟ يا فين السيجار؟ هات السيجار. يا لهوي يا لهوي، ايه ده ايه ده؟ نهار اسود. مره واحد مسطول مراته ماتت، مشي في الجنازه بتاعتها يضحك، صاحبه قال له بتضحك في جنازه مراتك؟ قال له بقالي 30 سنه متجوزها، اول مره اعرف هي رايحه فين. السيجارة عملت عبايلها، هاتها بقى. لو ليه سيجارة ايه؟ حلوة الدكتة اللي فاتت، هات السيجارة. هتولعينا في ليلتك. امال فين السيجارة؟ أنا عارف. فين سيجارتك؟ جت في بقك ازاي دي؟ ممكن أفهم. هو مين مسؤول فيكوا، أنت ولا السيجارة؟ صعبة، خدتها مني من غير ما وأنا بشرب. إيه السيجارة دي؟ سيجارة بالريموت كنترول ولا إيه حكايتها؟ وراكي وراكي لآخر نفس. ياه. كان عفريت معفن. او انت ايه ده؟ انا بين استطلت على الريح. يا معفن او انت يا كيكا، انت ايه اللي رجعك تاني؟ انا جاي اطمن عليك. هو اسمه ايه ده؟ بقسومات؟ مش يا راجل بقسومات مين ده؟ انا جيت مكانه عشان ما نصبش عليك عيب. والله انا كنت حاسس بيه. حصل خير. انا حسيت بيه. الحمد لله. طب امشي امشي. انا مش انصرف، انا مش محتاج. طب اعمل لي اي حاجه، مش عارف امشي. تعالى. ايه؟ انت البني ادم، انا العفريت. شبيك لبيك، عبدك ما بين ايديك. عايز فلوس. اي فين الفلوس؟ في الكابتن سيادة. فلوس فين يا وكيل؟ في الكابتن سيادة. يا عم انت اللي لازم تصرفني، مش انت اللي طلعتني من الكاميرا. يا خرب بيت الكاميرا على بيت اليوم اللي طلعتني، كان يوم نحس. انت بتكرهني ليه؟ واحبك ليه؟ العز والهنا اللي عايشتني فيهم. لا يا عبيط، عشان لسه جوايا طاقات اعملها لك. طاقات يا معفن. اهو انت يا ابو جنيه وربع يا معفن. انت اللي فقري. ما كسفتش ياض وانت جايب لي جنيه وربع وجاي. وكسف ليه؟ انت فقري، كان قدامي 5 جنيه مقفوله، خدها عفريت لواحد. اسكت. كتك لينا في خيبتك. يعني عفريت نازل لي مخصوص، واخد تاشيره ومغير عمله وجاي يجيب لي 5 جنيه معفن. ما تغزنيش من ضربك. ما انا عرفت ان صحتك على قد. هتعمل ايه؟ تخش مقالب؟ دافع عن نفسك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وريني. هأذيك. انت مش عفريت. عرفت بقى ان انا ممكن اذيك في اي لحظه؟ تعالى بابا. بص يا وكيل، طالما انكتب عليا اعيش معاك هنا يا ابني. نعم يا اخويا. يا ابني هعيش معاك وغصب عنك انت ولاد عمك. ليه؟ 3 طلبات. ايه هم؟ الاكل والنومه والمصروف. ليه؟ هصرف عليك كمان؟ وهتكمل لي تعليمي وهتكسيني، بالعربي هنعيش جنب بعض حياه كريمه. هو مين طلع لمين يا؟ اوعى تعدي حدودك ترجع تندم. ها؟